خدا راہ خاصا میرا سر سونے خدا راہ خاصا یہ فضل و کرم کی عطا کا ہے خاصا یہ فضل و کرم کی عطا بارے والے سے
خاصا رسولی خدا راہ خالصا فضل و کرم کی عطا راہ خالصا بسم اللہ لقد جاءكم رسول من أنتم ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والطرائق إنه على رجعه لقادر يوم تولي السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعاج والبراق والعلم دافئ البلايا والمطال والكهد والمرج والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العلم والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى ودليل الدجى صدر العلا نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الهمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج السفر سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين محمد خاتم النبي شفيع المزدمر ليس الغيب محمد رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين اسمعوا